ساحر ومهيب، هكذا وصف حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر المصرية لتزيح مصر بذلك الستار عن أقدم الممرات التاريخية التي تروي الكثير عن تاريخ مصر. الطريق يعود لأكثر من 3000 عام بطول يزيد عن 2700 متر ويربط بين معبدي الأقصر والكرنك. أكبر متحف في الهواء الطلق مرصوف بالحجر الرملي يضم آلاف التماثيل بثلاثة أشكال شيدت على مساحة تقارب 1000 قدم وتعود لعدة سلالات في عهد الفراعنة. الحفل أعاد الروح لمهرجان الأوبت القديم الذي يعود تاريخه 2000 عام في محاكاة لما كان يقيمه قدماء المصريين من موسيقى ورقص وعروض ضوئية. إشادة عالمية واسعة لقيها الاحتفال الذي شاهده الآلاف عبر العالم، فكان رحلة تاريخية عبر الزمن مكنت المتفرجين من التعرف على كيفية إحياء مختلف الأعياد القومية التي أحياها المصريون القدامى في الأقصر التي كانت العاصمة السياسية في عصر الفراعنة. طريق الكباش يعد بمثابة تكريم لتراث مصر وحضارتها التي تمتد لآلاف السنين، وسيرفع من أسهمها في بورصة السياحة العالمية بحسب متتبعين، لتظل مصر حاضرة من الحواضر العربية التي يتباهى بها العرب في العالم.